In the name of God, بسم الله. النهارده ان شاء الله مجهز لكم كورس الازمنه، وهو كورس مهم جدا 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 لكل المتعلمين للغه الانجليزيه. ليه؟ لان كورس اللغه الانجليزيه يعتبر بمثابه الاساس اللي انت بتبني عليه باقي القواعد. يعني انت مثلا لو عايز مثلا تاخد قاعده زي الباسيف مبني المجهول، او دايركت وانديركت، مباشر غير مباشر، او قاعده اف اذا او لو، او الكونجكشنز اللي هي ادوات الربط، كل دول معتمدين على التنسز الازمنه. حاجة تانية، لما اجي اتكلم مع شخص اجنبي لازم احدد معاه انا بتكلم في اي زمن. هل انا بتكلم معاه على حاجة in the past في الماضي، ولا present حاضر، ولا future مستقبل؟ يبقى لازم اكون عارف انا بتكلم في اي زمن. والميزة في الكورس دوت ان انت هتاخد كل الازمنة في يوم واحد. ليه بقى؟ لما بتاخد الكورسات في يوم واحد بتعمل مقارنة بين الازمنة، فبتقدر تفرق بينهم. لكن مشكلة الازمنة ايه؟ ممكن طالب النهاردة ياخد مثلا present simple مضارع بسيط، فبعد مثلا اسبوع ياخد مثلا بريزنت كونتينوس مضارع مستمر، يكون نسي البريزنت سيمبل المضارع البسيط. فلازم اخد الازمنه كلها في يوم واحد عشان اقدر ان انا ايه اقارن بينهم واعرف تفاصيل كل زمن. لان لو خدت كل زمن على حده هيحصل ايه؟ لما تاخد الزمن اللي بعده هتكون نسيت الزمن اللي قبله. فافضل حاجه، وجربتها كتير جدا مع الكثير من الدارسين، ان انت تاخد الازمنه في كورس في يوم واحد. هتلاقي نفسك استفدت استفاده كبيره، لانك عرفت ازاي ان انت تفرق بين الازمنه. وكل زمن محتاج ان انا اعرف عنه اربع حاجات. ايه الاربع حاجات؟ بيتكون من ايه، بيدل على ايه، الكلمات الداله عليه، والنفي والسؤال. فهتلاقوا هنا في الكورس كل الحاجات دي موجوده. بس وانت بتشوف الكورس لازم تركز ان انت تعرف عن كل زمن بيتكون من ايه، وبيدل على ايه، والكلمات الداله عليه، والنفي والسؤال. الاربع حاجات دول متكامله عشان تفهم الزمن. يعني مثلا لو خدنا مثال مثلا على بالنسبه مثلا لتكوين الزمن، انا دلوقتي هديكم مثلا ايه جملة فيها السبع أزمنة كلهم. مثلا جملة زي كده، مثلا أقول إيه I play football. أنا هنا الجملة دي عملتها في زمن إيه؟ الـ present simple مضارع بسيط. لأن لو بصينا على play هنلاقي الفعل في الإيه؟ في التصريف الأول، لأن المضارع البسيط بيتكون من التصريف الأول. طيب عايز أخليها past simple ماضي بسيط، هقولها إيه I played football، أنا لعبت كرة قدم. لاحظ أنا عملت إيه؟ الجملة زي ما هي، بس الـ verb الفعل خليت بدل play جبت التصريف التاني اللي هو إيه played، لأن الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني. طب لو عايز اخليه مثلا present continuous مضارع مستمر، هقول ايه I am playing football، عملت ايه، جبت am، بعدين جبت الverb اللي هو play، بعدين جبت ايه ing، لان ال present continuous بيتكون من am او is او are plus الverb plus ing. طب لو عايز نفس الجملة اخليها past continuous ماضي مستمر، هقول ايه I was playing football، انا كنت بلعب كرة قدم. هنا جبت was وجبت الفيرب اللي هو play وجبت ing، لان الباست كونتينوس بيتكون من was او were بلس الفيرب بلس ing. طب نفس الجمله اخليها present perfect مضارع تام، هقول ايه I have played football، انا لعبت كره قدم. ده present perfect ليه؟ عشان عندي have وعندي الباست participle التصريف الثالث للفعل، لان المضارع التام بيتكون من have او has زائد الباست participle التصريف الثالث. نفس الجمله اخليها ماضي تام، I had played football، انا لعبت كره قدم. هنا الجملة ماضي تام ليه؟ لأن عندي had وعندي الباست بارتيسيبل التصريف التالت للفعل، لأن الماضي التام بيتكون من had زائد التصريف التالت للفعل. وآخر جملة I will play football، أنا سوف ألعب كرة قدم. هنا جملة future simple مستقبل بسيط. ليه مستقبل بسيط؟ عشان عندي will وعندي مصدر الفعل اللي هو الانفينيتيف، لأن المستقبل البسيط بيتكون من will زائد مصدر الفعل. هنا أنا قارنت من الأزمنة كلها في حالة التكوين بتاعها، يعني تكوين كل زمن إيه؟ هنا التصريف الاول، هنا التصريف الثاني، هنا هاف او هذا التصريف الثالث. فهنا لما فرقت بين التكوين بتاع كل زمن قدرت افهم ايه الفرق بين الازمنه من ناحيه التكوين. نفس الشيء وانت بتاخد الكورس، تركز في كل زمن بيتكون من ايه، بيدل على ايه، الكلمات الداله عليه، والنفي والسؤال. والكورس دوت انا هيدخلكم في الوصف اللي هو اسفل الفيديو، وهتلاقي الازمنه بالترتيب. هتلاقي مضارع بسيط، ماضي بسيط، مضارع مستمر، ماضي مستمر، مضارع تام، ماضي تام، مستقبل بسيط. الكورس دوت لازم تاخده على مرتين في اليوم. يعني مثلا لو هتاخده مثلا ايه بكره مثلا، يبقى هتعمل ايه، هتيجي في الفتره الصباحيه او الظهر هتشوف الفيديوهات دي كلها اللي هم السبع ازمنه، وكده خلاص ايه انت خدت فكره عن الازمنه. وبعد كده تيجي في الفتره المسائيه تراجع على نفس الكورس ده مره تانية، هتلاقي نفسك بدات تتشبع بالمعلومات، وبدات تفرق بين كل زمن وزمن من حيث التكوين والكلمات الداله والنفي والسؤال. فالكورس دوت كورس يعتبر غني جدا، لان كل زمن كمان فيه معلومات كتيره جدا، وفي طريقه النفي بتاعته وطريقه السؤال، وهتلاقي نفسك استفدت استفاده جامده جدا.
خصوصا كمان ان كل زمن معمول بشكل مصور بسيط جدا، مش هتحس ان انت مثلا ايه الكورس ممل او شيء، لا هتلاقي ان الكورس ايه ممتع. وفي النهاية اتمنى تستفيدوا من الكورس، وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا الكورسات القادمة، واشوفكم ان شاء الله على خير. سي يو ليرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.